الأحد It's Showtime من تونس لحفل ختام مهرجان كارتاج. هو من أول المهرجانات العربية والأفريقية، لي تاريخ ولي طابع خاص. ومن هوليوود لقاء مع مساري. أنا مساري، استنوني على الشوتايم، مع السلامة. ومن مصر المخرج المتميز ماندو العدل. إيه اللي ممكن يخلي طيب فيلم أنا شايف إنه حلو وشركة الإنتاج شايفاه مش مضمون؟ مضمون، نجم الشباك. والنجم محمد رمضان. كلمة أنا جمهوري واقف في ظهري، ده مش كلمة في أغنية، دي حقيقة. بانوراما السينما الأوروبية دي حاجة مش عادية. وكواليس حفل شارموفرز. استنوا عشان تعرفوا أخبار شارموفرز على It's Showtime. It's Showtime الأحد الساعة 11 مساء على CBC.